إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. أتيتكم بموقع لعب عملة الدوكوين بالمجان إخوتي. قبل ذلك إخوتي يوجد بعض الأشخاص أشرار إخوتي، أسميهم الأشرار، يدخل إلى القناة أو الفيديو يضع ديسلايك ويخرج بدون معنى. لا أفهم هؤلاء الأشخاص إخوتي. إن لم يعجبك الفيديو أخرج ولا تدخل إلى القناة مباشرة، يدخل إلى القناة ويضع الديسلايك ويخرج. لم أفهم هؤلاء الناس، فعلا أشرار. نكمل الفيديو إخوتي. عفوا على أنا غاضب على هؤلاء الأشخاص، لم أفهم أي فئة ينتمون. لم أرى أشخاص مثل هؤلاء الأشخاص يكرهون الناس هكذا، يدخل إلى الفيديو يضع الديسلايك ويخرج. لماذا؟ نعود إلى الموقع، موقع لربع عملة الدوكوين بالمجان. هاي السحوبات من الموقع إخوتي، كلها السحوبات إخوتي. اليوم 16/11 203 61 108. هذا حسابي إخوتي. طريقة تسجيل سهلة جدا، تضع الاسم، اسم المستخدم، تضع الإيميل، تضع عنوان محفظة الدوكوين، كلمة سر، تعيد كلمة سر، تقبل شروط الموقع وتدخل إلى الموقع مباشرة. هي واجهة الموقع إخوتي. نبدأ بالويدراو. أقل مبلغ لسحب إخوتي هو 100 دوكوين. الموقع عند التسجيل يعطيك 5 دوكوين بالمجان. أنا قمت بتصفح موقع واحد أعطاني 0.2، لذا أصبح 5.2. طريقة العمل سهلة جدا، تضغط على Earn Money هكذا، كل هذه مواقع يعطي 0.15 ثواني، تضغط عليك هكذا. ستجد مواقع أخرى إذا أردت العمل عليها، موقع لربح الليتكوين مثلا هذا الموقع الذي نتصفحه. ننتظر قليلا، كما قلت لكم إخوتي بعض الناس أشرار مباشرة، أشرار أشرار، يدخل إلى الفيديو يضع ديسلايك. قل أنه يعطيني مليار من دولار ولا. لا تدخل إلى فيديوهات لا تحبها. لماذا تدخل إلى فيديوهات لا تحبها؟ أنا أدخل إلى فيديوهات لم تعجبني، لا أضع ديسلايك، أخرج مباشرة، لا أتفرج إلى الفيديو. عقلية، أظن أنهم عرب إخوتي، هذه العقلية عربية. ننتظر 5 ثواني، شيء يغضب الناس. نضغط على كريديت هكذا، نغلق هذه النافذة. تكمل إخوتي، تكملون هي فيوفيد، تكمل هذه المواقع. هنا مثلا 60 ثانية يعطيك 0.8. نعود إلى الحساب إخوتي. هنا ديبوزيت إخوتي، إذا أردت الإيداع لترقية الحساب. هنا ترقية الحساب، قيمة الترقية هي أظن 1000 دوكوين. هيا إخوتي، هذا ستوندار الذي نعمل عليه، هذا بريميوم، خصائص رائعة جدا في البريميوم. ولا أعلم إن كان صادق هذه الترقية أم لا. قيمتها 1000 دوكوين إخوتي، تقوم بالإيداع ثم تشتري هذه العضوية. هنا الإحالة والبانرات إخوتي، بروموشن تول، هذا هو رابط الإحالة، يعطيك 10% لكل من يعمل عبر رابطك. هذه البانرات أي فرام، هي تضعها في موقعك للإشارة للموقع. هنا ستجد المحالين إخوتي، ريفيرنس، وهنا السيتنج إذا أردت تغير أي شيء في الموقع.
هنا إدارة مراسلة أصحاب الموقع سوبر سنتر. بالنسبة هنا الجديد نيوز، وهنا للاستثمار، هنا سحبات من الموقع الذين سحبوا في الموقع، رأيتكم إياها في البداية هي إخوتي. هنا فاك سؤال وجواب، هنا العودة إلى الحساب. كما قلت لكم إخوتي، إن لم يعجبكم الفيديو لا تضعوا ديسك لايك كما يفعل بعض الأغبياء والأشرار، اللي ما يعجبوش الفيديو ما يدخلش ليه أخوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.